عادي يا كابتن ان لاعب يقول للحكم انت عايز النتيجه تخلص كام؟ ده منتهى الاهانه. لا يعني بجد والله انا بسال يا كابتن عادي، ده سؤال عادي يا كابتن. اي طفل صغير انا لما بتهكم على 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 قاضي، في قاضي بيحب يتهجم عليه يقول له انت قاضي ملعب عايز يعني هو. ده قاضي يا كابتن، ده قاضي يعني، ده راجل بيحكم قاضي ملعب. قاضي ملعب طبعا، ما هو القضاء بالنسبه لينا كرياضيين انا بنعتبره قاضي، لانه ده راجل بيدير دوري محترفين. دوري المحترفين ده فيه اصبحت كل حاجه حلوه في الدوري بصراحه، كل حاجه حلوه. وبعدين الحاجه الثانيه يا كابتن، فيه جانب مادي للنادي وللعيبه. نعم، النادي اللي بياخد بطوله، النادي اللي بيكسب، النادي بياخد مكافئات، اللي بياخد بطوله دوري بياخد مكافئات، بيرتقي لافريقيا، بيلتقي كاس عالم انديه وبياخد برضه مكافئات، بياخد مكافئات. واللعيب انت اللي انت بتظلمه ما بتدلوش بنالتي، وبعدين بيخسر، فانت بتعرضه لمشاكل ماديه مع ناديه ومع اسرته. صح. فانا كقاضي في الملعب مفروض ان انا اقل حاجه كابتن ان انا احترم نفسي، ان انا ما حدش يعتدي عليا. انا اروح البيت واقابل اسرتي ازاي، وابقى ماشي في الشارع ازاي؟ طب حاجه زي دي مين اللي طلعها؟ حاجه طلعت اهي، طلعت ليه؟ لان دي رساله ربنا بيبعتها. يا راجل يا حكم، يا راجل يا مدير فني، يا راجل يا لاعب، انت بتلعب لعبه تنافسيه شريفه، ليه تعتدي على زميلك بالاندفاع او بالشتيمه او بالضرب؟ انت ليه يا حكم ما اديتش كل فريق حقه؟ وبعدين بتطلع في التلفزيون تقول انا بحتوي اللعيبه، تحتوي اللعيبه بمعنى ايه؟ الكلام ده لو يوصل للفيفا او يوصل للكاف، اعتقد ان يبقى في حساب، وحساب عسير، ودي نقطه هتفضل موجوده في التاريخ على فكره. ايوه يعني هنفضل نظريه بعد الاحتواء. نظريه بعد 20 سنه تم الكلام عنها من ساعه ما قالها كابتن محمد عادل لغايه النهارده، كلام كلمه غريبه جدا الحقيقه. في حاجات حصلت يا كابتن زمان، مثلا الكوره دخلت وفي لاعب قال لا ده انا دي خرجت من بره الشبكه، كابتن اظن علي خليل قال لك لا ده الناس حافظينها بقى لها 40 50 سنه، وبرضه دي هتفضل برضه فتره طويله. ايوه مش طيب، مش هتتغ يعني مش هتنتهي.